الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن ولا لها نلسع دي حلقة دي عشر دي هوري وحلقة كسو كدبين إن حلقة دي عشر كي أفراد سان هوري وصو بلان قادنين وحكوساب سنان دونا فضائل رمضان أما صيامك بش صونك بش رمضان فضلق أوليه كما الله يبش فضلق إليه دهي لكن صون كيدو فضلق أوليه أنك الله يواكل الله بش فضائل كيليه دهي إن لقه الله يا وحاك لدوان إن لقه الله صوم كصوم أهان رمضان فضلق أوليه أنا كلمة دي مدة دنبوي إن شاء الله تعالى هي كساب سنان دونت وحلينا فضائل صوم كوحاك كمدة أجر كيسو مكوبنا ترقو أن أولا يقاننا معه قاعدة شرعي وحاوي حسناتك يا خير كالله سمياي وحي وناغا ويران طبان شربا لكبارا دي أجر ويشودا واحد دي دو دنبي قيدا أدوا دنقلي من جاء بالحسناتي فله عشر أمثالها طبان لابا لسينيا عماشا قاركينا انتا كبدا بالسيا صدرت بحديث كوها طبعاً مركا للعبه إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة. قرآن كنا وشياغي مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثال حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة تضبع مذول ببقولة تضبع بقولة يقالي كرتا والله يضاعف لمن يشاء انت على الله أما كبدا بقفك دنيا هو للعبه صوم كأجر كيس رمضان كلا صومعي أعماشا إن الصنطي لا قرم معهنه ترقو أن ولا قرني إلهي أمبايقان صدرت بحديث القدس واكيا إلهي نبي سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو ابن آدم كي سغا إسكال الصوم كمرك الله قرره الصوم كأنيغا إسكالي ولي الله أنا كأبع المريني صدرت بعلماء يلادن وسوق لي الصوم قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كو الصبر أي أجر كو ذا حساب الآن بالسينية محايا لي الصوم صبر نعيدي سي كالدو وناء ونبؤ بهاية وحب بهاية إن لغا الصبر عن الشهوات شهو ذا ما شهو قولي ذا النقطة أما شهوة الطعام هالنقطة قاتشي سنتهاي أما شهوة الشراب هالنقطة وذو منتها عن المعاصين وان نقوم كرتاي ومر بهدي سدح ذا إلهي رمضان كي حرانتي النميي محرمات كي الذنوب تي نفتو تشعلي ذو لغسم روي لغات كيست إن لغو الصبر على الطاعة عليس كأيلا ذهينا السون كاسو الله سوك عيو وإنتا اللسوم يواحن بارسية لبضع لبضبا وحن بارسية مصائب كله صبرنا وحي كحانو تشينا صنك وكحانو تشينا نعمل كلاجاو صدرت إن الشهر الصبر بالي بشيء أتكيسي الصبر كواي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وسوق لي عموم كالصابرون ليري إلا وصيغة عمومه عشان واتي ليه شيرين نحاد أرش موصولة هيدوا صدرت أجر كيسو إلهي كليا سبحانه وتعالى سيجارونا وغمري وغصوعي أعماشا كالعباداتك خيراتك على السمية تاسوا صوم كرمضان فضلق أوليه متكمدة صوم كرمضان فضلق أوليه وحاكا لو كمدة ذنوب تالو دافا حديثك أبي هريرة واكيها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه يستيهر الله دافيا صدرت الصومك وعلي سوق دافا حديثك لواكيها الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أما إذا اجتنبت الكبائر
رمضان إلى رمضان كله جاره طبعًا صوم كيوي قف كي دذال بوبا هي مركع عمل هي دذال بضوبا هن تهاي سلقو دافع دم بجعله حدي هذا دذال كذا الله إيمان أو هذا مدن إن لقو دافع بشهر رمضان تدك والحبارن ته قف حبارن بات وكي جبريل وحباري بات هاي نبي محمد أول الله حباري لا بوضع حباري هذه جبريل الله حباري نبونا آمين إله أقبل يجري حبار واي نبي عليه السلام واكي يجري جبريل بأي يمد سدح شارب يسوى من بركسيف وليو آمين 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 يجري ولكن لو يدينا وحي جبريل بأي يمد قف رمضان قاري فلن يغفر له أن لو دم بالدافن الله فوقي فأبعده الله الله فوقي أنا آمين بأني بشاهد وحاوي مغفرة ذي يدن بلاف كيبا بنان كيس كيالي هلا رمضان كاس شيدان كينا لغا حرحر مركوا عيان درون هذي يدن بلاف كاد قالي ويد وحاسد حاذا أولي هاي بشا صوم كاس يوحولي هاي وكالات وقاشان نار تلاي سغده ذنو عذابك يا نار تا إلهي با صوم كالي سغده صدرت النبي كم غاب والصيام جنة صنق وعاشان وحقاشان كي هي دم بجهد لقو ضعف أجران لكو بكرين لوسيو كان نادي لقو جيو تكاشان هذا السجد دكتي حجاب هذا السجد إلى علينا يسوي عذاب يا النار هذا السجد إلى علينا يسوي صدرت النبي عسون كم غابي الصيام جنة وأنا كصدحات فضائش الصوم كمذا فضائش الصوم كوحا كمذا قف كل الله بتشير بفرحة فرحة بوليه نبعد للصائم فرحتان يفرحهما الله بتشير بقف كفرة فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي مكان أفره سنة واد فرحة إيسا مكان إلهي آخر الله كولان تنة واد فرحة إيسا مكان أفره يمحان كفرحة إيا إن مالك يكون دم ماذا عنا ذينا حلال كون نقطة وات كفر لكن وحكى له إنت كبرنا بحديث ثقارة المامن مركي حديث يري إلهي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان هبين كستور رمضان كم ذا لسود لحورينا يا بروايات ثقارة المامن عند الفطر نيتها مرك الله فري مرك هذا فريس الصومكي بعد نار ليس كحورينا يا آخر مرك الله كل منا سونك أجر كيسي مرك الله هلا أبل جد كيس الله أركه والنار اللي جف فوقيه أو قاشان كون نقدنا وتكون فرحة إسح صدرت أذوح فرحة الدون يفرح آخر الله بعد الدون هلا اللي جاقة فرحين قف كيد احتسابا إيمانا واحتسابا وسامية آخرنا أجر كيسي اللي جاقة فرحين أيهاي وأحمد الندال هي دريال قار إن لسيه oo si gaar ah looga fikiray looga murgo looga walwalo waxa kamid fadhaalka soomka fadhaalka soomka in Ilaahay jannada sideeda albaab mid gaar uga dhigay baabur rayaan la yiraado la yidkhulu minhu illa as-saimun dadkii soomka soomi jiray un baa ka galaya soomko lagu dadaala marka ya ramadaan kaas oo la soomaay wuxuu ahal kaaga dhigaa dadka baabur rayaan galaya inaad kamid noqoto ودتك كبيرتو كا 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 كون نقطة سبب كون نقطة فضائش وحكمة الدعاء ذا الله قبله دعاء ذا بالله قبله أسبابها الدعاء ذا اللي هو أقبله إن الصوم منتهي بحكمة قفك مركو الصوم من يهي إلهي درتي عني عبيتاني يشهو وقت تجي قف كاسي دعاء ذي سوى الله أقبله صدرت هذا المضان تهي بشاس وح الله علي واحد أبها نذا آخر يعدون الله هنا ورئيسة سبحانه وتعالى إنها تكعد صد إنها تكد البط إنها تكبر إذا كعمها وتاقت تكوع العليس إلهي نحو تعالي الدعاء دي على باريها كوا كوع العلي وتعالي هاي ربي سبحانه وتعالى وحكم إذا فضائش الصوم ك سينو حلقة ذي هراكوسو التلماني إنو آخركو شفاع قاضي وقيامة ذي وكودو ذي ووحي كلا الدنبي أدقشي بدرت هي مقعي قهل وسيداي وليه سيد حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وارضاهما
oo markuu soo istaago wuxuu leeyahay rabbi aniga oon iyo gaajaan ku dilay oo adduunkii ugu soo rafaad ku soo rafaadiyey rafaad aakharaha ugu dar aniga igu siidaa aniga erga ka ah aniga u soo dacwoonaya aniga codsanaya oo dalbanaya oo tuugaya qofkan dartay iyo madaxayga in lagu siidaayo maalinkaa tol ma jiro adeer ma jiro laa yanfacu maalun walaa banuuna waay dadkii intii kuu xigtay way kaa cararayaan soomkaagan intuu kuu soo istaaguu kuu doodaya uu leeyahay dartay iyo madaxayga ha lagu cafiyay wixii kale u galayba waa fadli ka mid ah fadaaisha soomku uu leeyahay qofku inuu soomo ku dadaalo soomkana ay keenayso soomku fadaaishiisa waxaa kaloo ka mid a inuu qofka siinayo afkiisa wixii xataa aan fiicnayn ee qarmuunaa ee markii uu qofku gaajoodo calooshiisa isbedelay ka soo baxay alla agtiisa inuu ajir weyn ka leeyahay oo qiimo iyo macno weyn ku fadhiyo walaa khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allaahi min riixi lmisk qofka sooman afkiisa shiirka ka soo baxaya ama ha sababo calool maratay oo gaaskii iyo wixii intuu ku dhacay qaac sii deysay ha noqoto ama sida qaar culimmada ay qabaani inta duhurkii iyo wixii ka dambeeya isaga oo la yidhi cadayanin afkiisii isbeddel ku yimid ah siday cuntadu ilkaha u beddesho daacadeeduna u beddesho bay gaajaduna ilkaha u beddeshaa ama qaac hoos ka yimid ha noqdo ama caday la-aanta ha noqdo sida fuqahadeena shaaficiyada rag lamid ay qabaan bacda zawaal duhur hadduu soo galo in la cadayda in laga fiican yahay haddaynu sidaa weeye nidhaahnana khaluufku afka waa ka iman karaa haddaan nidhaahna kaas meehe waa la cadayn karaaye khaluufku wuxuu ka yimaadaa calooshana dee qof gaajaysan oo calooshiisa gaaska iyo wixii isjiiray qaac inuu ka soo baxay caadi weey si kastaba ha noqotee meeshuu dooniba ha ka yimaadee qaacaa ka soo baxaya afkiisa qofka iyo waxaa dadka la jooga ay dhibsanayaan atyabu cinda allaahi min riixi lmisk ilaahay agtiisa uu ka udgoon yahay riixda miskiga miskiga cadarka udgoon tanaa ilaahay agtiisa kasii udgoon halka waxaad ka garanaysaa qofkaa soomani intaa uu sooman yahay ee qaaca aadamuhu dhibsanayaan alla agtiisa waa laga jeclaanaya ilahay inuu ku jeclaado ilaahay subxaanahu watacala agtiisa qiimaad ka yeelato xataa wixii waxaagii dadku dhibsanayeen wixii fiicnaa iska badaaye intii xunta loo arkaya la dhibsanayeena alla agtiisa qiimo iyo qaali ay kaga fadhido baa laga doonaya ajirkaasuu leeyahay hal mid aan ku gabagabeeyo fadliga soomkaa leh iskama leh soomku fadliga markuu leeyahay iskama laha waayo intaasoo fadliga iyo ajira iyo dembi dhaafa iyo darajo iyo qiima iyo aakhare inuu kuu shafeecaa waan gaajooday keliya ba waa alla ka cabsi soonkaagu inuu yahay sidaa darteed baa la yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban in ilaahay kuu leeyahayna waa rumaysayo xaq iyo waajib cibaada ay tahay ajirna ilaahay buu kaga doonayaayo dad aadamiya istutus iyo ikhlaas xumo kama aha intaa keliya ma ahane qofku waa dembiyada kale siday cunnadii cabidda uu isaga daayey ilaahay dartiina ugu daayey inuu dembiyada kalena ka fogaada waayo saa darteed buu nabigu calayhi salaam ina yidhi man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca acaamahu washaraaba qofkaan falka iyo erayga dembiga iska daynin ilaahay cunniyo cabitaan baan iska daaye waxba qiimi iyo macno agtiisa kama leh manaa soomkaaga aada wax ku dhexamanayso wax ku dhexadayso xaaraanta kaga dhex shaqaynayso dadka isku wada dirayso dembiga aada ku dhex jirtaay ma ahan ka ajirka iyo fadliga aan soo sheegnayle ma aha soomka ajirkaa leh waa soom sida cunnadii iyo cabitaanka iyo shahwada alla dartii loogu daayey dembiyada kalena alla dartii loo daayey wailaa haddii aadan dembigii kala daynin
وضوحي كلا ودن قصانا يسو وحاد نقوم فليس لله حاجة إلهي وحبت دن أكمله قيمة أكتيسة كمله وحم معنى أكتيسة كما سمعنا يسو في أن يدع طعامه وشراب عني عبتان بان دايوان صومنه صوم قيمية معنى له معها صدرت بحديث كلا نبع السلام وقول عددك سيداسة صوم كودم حيكي هليان أجر كيمي هليان ورب صائم ليس له من صيامه للجوع والعطش بضنا ضد صوما وحا دعي كرتا ما وحا بضان ضد صوما وصونك سؤون يقاتا وحانا حينو وكهر يو أجر يدن بدافع آخر وكفا إذا ياي آن يشرين سصدرتت هدين أجر كي فضلق عن صوشا يغني قيب يرو كميد عن صوشا يغني إنا وحقون كهلا عن دورينو لعلكم تتقون عن حقيقة جنو صوم كان دنبقي يمع سيادنا عن كدينو الحديث إخلاصي إلهي درتينا أن كردقنا تنبدي هذه النبي وافق صرنا أنه كردقنا صلى الله عليه وآله وسلم صوم كاسا فضلق يأجر كأنه كسو شيء كان إسكالي صوم كاستماح صوم لحاران لعوني إسباركو تال تدكا العاية إسو تدكا الحمان إسو خباك الشقين إسو وحمسوق ماسوق إسو لالوش قادان إسو وحكان نبت قلي يوسجرين إيه حارانا دادين إسو حول حارانا عوني إسو حنايسو حتى الدعاء ذينا اللي أقبلين وكلين وشهد ننك ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له الدعاء ذا السبب كستول هو أقبل عليه مثال لك أقبل عليه ما لم يدعى قوله زوري بوافق يا صوم كما كلا سوچه مالك الدعاء ذا وعلى أقبل يا صائم كوحي كردغان تهي إن هذا أدوه واحد دعاء ذي هوري استعقى لأيمن أجر كوحو كردغان يوح أجر كي بورين يا إن هذا أدوه لأيمن أرين تاس ينن هالمامن أن كبر أرجون إلى سبحانه وتعالى وحن كبر ينا سبحانه وتعالى إنه حق يا خير كأنا وافتشيو كوي عمل كصوم كلي ما دنا نقدره صوم كنا نقع أقبله كوي أجر كاي فضل جا كهله نقدره إنت أي حلقات كصوص على نسيء من دونه وأحكام تكلي رمضان كأيو عشر لواخر ليلة القدر أحكام الفطر عيد يوحي لحريرة المناسبات كلوجها لدونه سيحنك كتير كتير يعني بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.